مرحبا مواليد برج الثور، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع اللي بيبدأ التنين 6 أيار مايو وبينتهي الأحد 12 أيار مايو؟ بهيدا الأسبوع الشمس موجودة كل الوقت ببرجكم وعم تعطيكم مجال لحتى أنتم تقرروا وتغيروا وتحسنوا وتستفيدوا من الأجواء الحلوة تحت تأثير الشمس ببرجكم، وعم تعطيكم مجال لتطووا صفحة وتبدأوا صفحة جديدة، عم تعطيكم الجرأة. بهيدا الأسبوع الاثنين والثلاثة القمر موجود ببرج الجوزاء اللي هو بيت المال، بيت المعنويات، بيت الربح والمكاسب، وأيضا بنفس الوقت بيت الدفع والمصاريف. يوم الأربعاء، الخميس والجمعة القمر موجود ببرج السرطان البيت الثالث بالنسبة لكم، فترة مناسبة للتواصل وللكلام وللتعبير عن الرأي. السبت والأحد بمعظمهم القمر موجود ببرج الأسد الناري وعم بشكل مربع مع برجكم. كيف رح بيكون هالأسبوع؟ التنين والثلاثة مثل ما قلت يومين مناسبين لحتى مواليد برج الثور تكونوا على قناعة ببعض المسائل يلي لازم تهتموا فيها، تصرفوا عليها، تصرفوا عليها وقت، تصرفوا عليها اهتمام، تصرفوا عليها أموال، يمكن اهتمام بالنسبة لعائلتكم لأحبائكم، تهتموا بحالكم أيضا، يمكن حابين تستثمروا بمسألة بهمكن أمرها، يمكن شيء للمنزل، شيء لأهلكن، لأولادكن، لعيالكن، لألكن أنتو. الجو بعتبره ممتاز لمواليد برج الثور يومي الاثنين والثلاثة. انتبهوا إذا عندكم امتحانات، إذا عندكم لقاءات، لازم تكونوا محضرين حالكم لأن فترة مكاسب، وإذا ما كنتم محضرين حالكم يكون مرق القطار وما استفدتوا من نوعية الوقت. الأربعاء، الخميس والجمعة، الجمعة حتى الساعة 1:15 بعد الظهر توقيت العالمي، يعني 4:15 بعد الظهر توقيت بيروت، القمر موجود ببرج السرطان، فترة ممتازة جدا لحتى مولود برج الثور يطلع من سكوته ومن صمته ويحكي ويتحرك ويزور ويتنشط ويكون أكتف وديناميك ويتعاطى مع ناس ويفسر ويستفهم. طلعوا من خجلكم وحكوه، استفسروا، ليش فلان، ليش فلاني زعجتكم، شو عملوا انتو، شو عملتوا لحتى تستحقوا هالشي، دافعوا عن رأيكم، حكوه، روحوا على الامتحانات لأنه عندكم مجال لحتى تطرحوا الأفكار وتستوعبوا الأسئلة وتجاوبوا. كما أنها فترة ممتازة لكل أنواع الاجتماعات والنشاطات على أنواع، فترة ممتازة ما رح تفتقدوا للكلمة ولا للفكرة لأنه أفكاركم رائعة وذكية جداً. الجمعة 10 أيار مايو القمر بينتقل لبرج الأسد ليشكل مربع مع برجكم بتمام الساعة 4:15 بعد ظهر توقيت بيروت، وبهالمربع هيدا بيشعر مولود برج الثور أنه في عنده بعض الضغوط، الضغوط يلي هي مصدرها العائلة والمسائل الشخصية، لكن الجو العام أنه سلبي. تذكروا الجو العام هو ليذكركم أنه يمكن في عندكم نقص في أو إهمال لبعض المسائل العائلية والشخصية، يمكن تهتموا بحالكم أنتوا، بحالكم، بذاتكم، بشخصكم، بصحتكم، ببيتكم، يمكن صار فترة تنقلوا وتزبطوا وترتبوا، تهتموا بالولاد في عندهم بعض الاهتمامات. فحلوة هيدي الفترة لحتى تبلشوا تركزوا على النقطة، وبيكمل معكم الجو أيضا السبت والأحد. ما تخافوا من ضغوط العائلة، ما تخافوا، ما تنأزوا من الضغوطات الشخصية، هي فقط عم تلفت لكم نظركم لحتى تهتموا بهالنقاط اللي عم تبين. فكل شيء عندكم يم مخبيينه أو خايفين منه أو نأزنين منه، واجهوه وواجهوه بتعقل وبموضوعية واعطوه حقه وبتخلصوا من هالقصة هاي. حان الوقت لتلتفتوا لهيدي الأمور. مثل ما شايفين ومثل ما أنا شايفي، أسبوع كتير حلو لمواليد برج الثور من أوله لآخره. عطوه كل وقت نوعية كل وقت عطوه اهتمامه، ركزوا عليها، استفيدوا منها. تبقى المواليد يلي بهالأسبوع في عندها تأثيرات كتير حلوة هي 11-15 أيار مايو، لأنه عندها تأثيرات من زحل وبلوتو. أما تأثيرات أورانيوس بهيدا الأسبوع ولازم تنتبهوا منها هي مواليد 23 و24 نيسان أبريل. تابعوا الوقت حسب ما قايلتكم، تابعوا أيضا الأبراج اليومية لحتى تعرفوا المزيد من التفاصيل. ودعكم وإلى اللقاء مع الأبراج اليومية كل يوم ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. باي باي.